السلام عليكم. اللعبة المفضلة لدي باتل فيلد 3. الحين نلعب الخريطة. تبقى النهر ولا هاي مين اللي يسيطر على مين اللي يسرق العلم؟ شرطة. من يسيطر على العلم لازم نسرق العلم العدو ونجيبه هنا ونمنع العدو يسرق علمنا ووديه عندنا هناك. خلاص انتصروا الحين احنا بندخل عليه بالقبلة. لا ندخل عليه بالقبلة. دخلوا جمعوا عليه. ايه جيب العالم. انا بالعلم شلون اشيل؟ أحسن ونركب الدبابة ونحط هذا الغام الRPG هذي. هاي سيارة دفاع جوي. مش حاطين فيها اوبشن واجد شكل تلفيل فور. تلفيل فور خيارات أكثر. بابات والجماعات ما فيها خيارات وما فيها أبشر واضح. ثلاثة تحط درع سموك والرشاش أو تحط الزوم ما يقول شيء. هذا واحد أكيد لاك أو